السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن فيتور روكي والتصريح القاتل اللي اهان بيه خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لاعب ومهاجم الفريق الكتالوني البولندي ليفاندوفسكي، وارقام واحصائيات المهاجم اللي ارقامه بتدل على انه ليس له علاقة بهذا المركز، وخصوصا من وقت ما اتنقل لاسبانيا، وعن تألق ملك الريمونتادا المكروه سيرجيو روبرتو اخر سلالة البقرات المقدسة. وكمان هنتكلم عن السبب الحقيقي وراء تراجع رونالد اروخو، وتقارير مرعبة عن اصابة بيدري، واخيرا دفاع خافي ميجيل عن تشافي هرنانديز مع الاستناد والاستشهاد بوقائع بتثبت قوة تشافي هرنانديز، واللي اعتقد انك لما تعرفه هتأيد وجهة نظره. هتعرف كل التفاصيل ومن غير لنجارة كتير، بس بعد الانترو. وبتصريح انا بعتبره تصريح وقح وبأيده وشايفه في محله من رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، وخصوصا بعد كمية الاستهتار المستمر من ليفاندوفسكي. فبينفجر خوان لابورتا وبيقول ان المباراة القادمة سيلعب فيتور روكي كمهاجم رسمي لنا، انا واثق مع وجوده هتتحل اغلب مشاكلنا الهجومية، وبيوصف اللاعب انه هداف بالفطرة وبيمكنه التسجيل من انصاف الفرص. طبعا بيلقح على ليفاندوفسكي اللي احصائياته في اخر 15 مباراة رسمية هي 44 تسديدة، 13 منهم فقط على المرمى، واهدر 11 فرصة تهديفية محققة، وسجل 3 اهداف، هدف منهم كان من ركلة الجزاء. القناص البولندي ساب البايرن وجي برشلونة علشان يترفه على حساب حرق اعصاب جماهير برشلونة. الماكينة البولندية لم تعد تعمل كالسابق مع بايرن ميونخ. ولو شفنا احصائيات ليفاندوفسكي في اخر 7 ماتشات، فالمعلم ما سجلش غير هدف واحد فقط من 27 تسديدة وضيع 8 فرص محققة، يعني مستوى اللاعب من سيء لأسوأ. انا عارف ان كتر التسديد وصناعة الفرص والمحاولات دي حاجة جيدة جدا، بس ما ينفعش تكون انت نجم الفريق صاحب مركز راس الحربة اللي بيلعب التسعين دقيقة وتعمل فينا كده، ومش لدرجة ان يوصل بينا الحال ان الكابيتانو سيرجي روبرتو هو اللي بينقذ برشلونة من التعثر امام متزايل ترتيب جدول الليجا، اللاعب اللي محدش بيحبه من كل جماهير برشلونة غير ابوه وامه بس، واحتمال يكون فيها شك كمان. حتى الاسطورة ديفيد فيا بعد نهاية المباراة بيقول لك اذا كنت تحب او تكره سيرجي روبرتو اليوم فلابد من انصاف. بالفعل كان في المباراة قائد شجاع وقاتل حتى الرمق الاخير وسجل هدفين، ولو كان كل اللعيبة بتلعب بنفس روحه ما كانش وصل برشلونة للمرحلة دي. وعن اروخو اللي ظهر بأسوأ مستوى ليه في كل مبارياته من وقت ما بدأ لعب مع برشلونة، وكان غريب جدا في الملعب، فغالبا ده بسبب اصابته الاخيرة على مستوى الفك اللي لابس القناع الواقي بسببها. في الدقيقة 33 بيتسبب برأسية في تسجيل الهدف الاول لبرشلونة اللي سجله البرازيلي رافينيا، وفي الدقيقة 41 اروخو بخطأ في التمرير وبكسر التسلل بيتسبب في تسجيل الهدف الاول لألميريا، غير الخطأ في الهدف الثاني ضد برشلونة لما دخل هو والحارس انياكي بينيا وكان هدف فضيحة حرفيا. وتقرير عن بدري اللي اصاب في عضلة الفخذ 6 مرات خلال المواسم الثلاثة السابقة، واصابته الاخيرة للأسف في نفس المكان، ومن وقت ما وصل برشلونة غاب عن 69 مباراة بسبب الاصابة، من غير ما نحسب الموسم الاول ليه 2021. فبدري غاب عن 41% من المباريات مع برشلونة والمنتخب الاسباني. اما عن الصحفي خافي ميجيل فبيقول ان ارتيتا قعد مع ارسنال 4 مواسم ولغاية اللحظة لم يحقق لا دوري او اي بطولة اوروبية مع ميزانية مفتوحة، ويورجن كلوب مع ليفربول قعد 4 مواسم عشان يحقق اول لقب دوري ابطال مع صلاحيات كامله وميزانيه مقبوله، وتشيلسي اللي صرف 700 مليون ومن فشل لفشل، ومانشستر يونايتد اللي صرف 1,700,000,000 يورو وعنوانه برضه الفشل. ومع خروج ميسي وانهيار اقتصادي ومشاكل اداريه وتحكيميه لا حصر لها، بدا تشافي في انقاذ برشلونه من الغرق. ومن يعتقد ان مدرب اخر قادر على تحقيق المعجزات السريعه فهو واهم جدا بكل تاكيد، لذلك على الاداره والجمهور الوقوف مع تشافي هرنانديز. وبرغم القرف اللي الواحد بيشوفه وبيعيشه مع برشلونه من فتره، فمش عايزين ننسى ان تشافي والإدارة كل ما بتسد فجوة بتظهر فجوات أكبر، وكلها بسبب الملعون بارتيميو والكوارث اللي دمر بيها النادي كله. فأنت إيه رأيك؟ هل بتدعم استمرار تشافي هرنانديز ولا بتفضل إقالته وهيكون مين البديل اللي معاه العصا السحرية علشان يغير بيها الوضع؟ مستني مشاركتكم في الكومنتات، ولو كنت حابب تعرف أكتر عن أخبار وأحداث كرة القدم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الجديد أول بأول، وشكرا لكل اللي وصل لحد هنا، وأشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.